الاستاذ منصور بقوا شباب زي الفل. الله يرحم ابوه. الراجل شهم الله يرحمه مش قادر انسى يوم ما مات، ضحى بنفسه تحت العربيه عشان ايمن بيه. كان زمان ايمن بيه هو اللي تحت التراب. الاخر حسام بيه مش ناسي ولا قادر يفرط فيهم ولا يسيبهم. عمل اللي عليه واكتر. انت كنت بتقول ايه؟ انت انا ما قلتش حاجه يا عمر بيه. الحقيقه ست اصيله. إيه؟ ابويا مات ازاي؟ مات قدر ربنا حبيبي. في ايه؟ لا ياما انا سمعت كل حاجه. ابويا مات عشان يفدي الاستاذ ايمن. الاستاذ ايمن اللي عايش في العز والنعيم طول عمره. انا هوريهم. رايح فين؟ سيبيني ياما سيبيني. اسيبك تروح فين؟ تروح للراجل اللي رباك وخلاك راجل انت واخواتك؟ تقول له ايه؟ رجع لابويا اللي مات؟ يا ابني ابوك كان ممكن يموت في نفس الطوة واللحظة وهو نايم على سريره. الأعمار بيد الله يا حبيبي. اعقل يا عمر. ما تخسرش الدنيا والآخرة مرة واحدة. أنا آسف يا ست أصيلة. والله سي حسام والست نهى عملوا اللي عليهم وأكتر عشان أبوك. دول ما قصروش في حاجة أبداً. وبعدين هو اللي جري ورمى نفسه. وهم ما شافوش حاجة خالص. خلاص اتفضل أنت وهو. وكأنكم ما قلتوش حاجة. انتوا عاملين اجتماع عائلي من غيري ولا ايه؟ كويس انكم جيتوا. خير، في ايه؟ ابوكوا مات عشان يفدي الاستاذ ايمن. عمره كده يا ناس. افهم. انا هفهمك على كل حاجه. مالكم؟ ولا سيادتك لسه بتفكر في الخواجايه؟ تقولي ايه؟ اللي سمعته ضحى فوقي. بقول لكم ايه، احنا مش فاضيين للسخافات دي. اصل الهانم ما نزلتش عينيها من على الاستاذ طول الحفله دقيقه واحده. ايوه صح، دي كانت عايزه ترقص معاه بايخه. وبعدين بقى قلت خراسي. اوعي تنسي اللي بتتكلمي عليها دي تبقى مرات اخويا. طب وانت ايش عرفك اني كنت بتكلم عن مرات اخويا؟ ما كان في حوالي 3 4 خواجات في الحفله. ما ترد. وبعدين بقى يا ضحى مفيش داعي للكلام ده دلوقتي. مالكيش دعوه عليا الا انت، انا عايزاه يرد عليا. لو قلتي كلمه زياده في الموضوع ده مش هيحصل كويس، فاهمه ولا لا؟ يظهر ان الحفله باللي فيها خلوا ضحى يتهيألها حاجات كتير غريبه. اه صح. قومي يا ليلى قومي، قومي ندخل جوه احسن. اقول لكم حاجه؟ عمر ما بيحبهاش، ما بيطقهاش. انت يا بنتي انت قاعده عندك بتعملي ايه؟ قومي. كانت مفاجاه، كانت صدمه كبيره. ايوه بس هما كان بايديهم ايه؟ انا ما قلتش ان ليهم ذنب طبعا. ايوه بس احنا لازم نفرمل عمر لانه ممكن بكره يروح لهم ويعمل لهم هالليله. من حاجه اطمن اخوك كل اللي يهمه دلوقتي المشروع وبس، وده الوتر اللي انا لعبت عليه، وده برضه اللي خلاه يسكت. معرفش يا خالد، ولا انا ولا انت نقدر نضمن تغيرات عمر اللي ممكن تحصل في اي لحظه. ده كان زمان وجبر يا حبيبي. عمر دلوقتي انسان تاني خالص، كل اللي يهمه البيزنس والمشاريع. ازاي يكسب اكبر قدر باي طريقه. تفتكر ماما ليه طلبت انها تروح تقعد في البيت لوحدها؟ تلاقيها دلوقتي ماسكه صوره ابويا وعماله تشتكي له. ويا ترى ماما هتقول لمدام نهى انها عرفت؟ لا، ماما بتحبهم بجد. الحقيقه هما يستاهلوا الحب ده. اللي قول لي يا خالد، ايه حكاية مرات عمر معاك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طول عمرك كنت شهم وجدع يا منصور، كأنك لسه ميت دلوقتي. يا ترى يا منصور افتكرت ايه؟ طب فكرت في ولادك؟ بحبه من قلبي يا أصيلة، زيه زي عمر ابني تمام. يعني يا ابو خالد واحد غريب هتحبه زي ولادك؟ يا أصيلة ما تنسيش ان الواد ده اتولد على ايديا دول، كان بيكبر يوم عن يوم قدام عينيا. وما كان بيعيا كنا بنجري بيه انا والست نهى على الدكاتره. ما كان بيعيط انا اللي كنت بمسح له دموعه. تصدقي يا اصيل رده لما بيعيط اول ما اشيله يسكت على طول؟ هو كمان بيحبني قوي قوي.
بعدين ما تنسيش يا أصيلة إن الواد ده وحيد، ملوش لا صاحب ولا ونيس. إحنا كنا كل يوم نقعد نلعب كرة مع بعض، وساعات كان يروح يجيب اللعب بتاعته من الأوضة ونقعد نلعب بيها في الجنينة. هو من جهة بيحبك فهو بيحبك بصحيح. وحنين عليا قوي يا أصيلة. تصدقي إن أنا لما بشيله بإيديه الصغنطتين دول يقعد يطبطب على ظهري؟ ما يكونش عمر بيغير منه عشان كده. لا يا أصيلة، هو عمر بيشوفني فين؟ لا ما افتكرش. عمر بيكرهه كده لله في لله من غير سبب. ونفسي يا أصيلة، نفسي عمر يتغير عشان أيمن ده غالي عندي قوي. يا حبيبي يا عمر، حاسه بيك يا ضنايا، حاسه بيك يا حبيبي، حاسه بيك يا روح قلبي. أحلمنا أحلك لتنا جيها ليه الفراق يلعبيها وتتسرق ليه أمانيها والدنيا تنسى فلاليها. أيوة استنوها. لا أبدا، أنا قمت الصبح لقيت نفسي تعبانة شوية. لا دكتور ايه؟ لا قاعده لوحدي، ما افتكرش ان اقدر اجي. طيب يا استنوا، مع السلامه. رجع معاكي ليه؟ ها كل واحد راح على بيته. لا انت في حاجه مزعلاكي، وشك باين عليه. ابدا والله مش زعلانه ولا حاجه، حتى ليلة أيمن امبارح زي الفل كانت، ربنا يخليهولك. ما تخبيش عليا يا أصيلة، أنا عمري خبيت عليكي حاجة؟ لا. طيب قوليلي بقى فيكي إيه؟ أنا هقولك، أنا متعودش أكذب، وعليك أنت بالذات، أصل ولاد امبارح عرفوا الحقيقة. حقيقة؟ حقيقة إيه؟ حقيقة موت أبوه. مين اللي قاله؟ ما تزعليش نفسك يا أختي، هو بس الجرح اتفتح بعد ما كان خف وراح. بس احنا ملناش ذنب يا أصيلة، ده عمره انتهى. احنا ما قلناش يعني عشان خلاص. ست نهى اللي كان بقى. بس احنا ما قصرناش في حاجة، رغم اللي حصل ده كان قضاء وقدر. حد يقدر يقول غير كده؟ ده مقدر ومكتوب. لسه بدري ستنوها. مش هتيجي معايا؟ عايز اقعد 3-4 أيام في البيت. طيب مش عايزه حاجه. كتر خيرك. ستنوها ايوه يا أصيلة. يا ضحى ضحى. ايوه يا خالد انا جايه اهو. عمال تمدح يا ضحى يا ضحى. نعم. اهلا، ازيك يا طنط؟ اهلا يا حبيبتي، ازيك يا ضناي؟ خشي وضبي السرير عشان ماما تستريح شويه. لا معلش، انا هنام على الكنبه يا حبيبي. كنبه ايه ومين اللي هتنامي عليها؟ انت هتنامي على سريري انا. بقول لك ايه، انت تسمع كلامي، هنام على الكنبه يعني هنام على الكنبه. هتسمع كلامي ولا اروح بيتي؟ خلي طنط تدخل تنام جنب ماما احسن، بتالي يعني ما تمشي. قومي يا طنط، قومي افردي جسمك. معلش يا حبيبتي انا زهقانه شويه ونفسي مكتوم. طيب انا مش هغصب عليكي، انا هحضر الغدا. اسمعي يا امي. نعم يا حبيبي. البيت ده بيت ابنك. يجعله عامر بحسك يا حبيبي. يعني تصرفي فيها ست الكل زي ما انت عايزة او براحتك. حاضر يا حبيبي، الله ما يحرمني منك ابدا ويخليك ليا. بس انا كنت عايزة اقول لك حاجة، انا كده هضايق حماتك في نومتها، ما ينفعش. ماما كنا بنقول ايه؟ حاضر يا خالد. يلا ست الكل بقى عشان تغير هدومك. معلش خليني ارتاح شوية. طيب على راحتك، انا هقوم بس اوضب لك هدومك وارصها لك. لا بقول لك ايه، هدومي اللي هترصها؟ البيت على بعضه، خلي الهدوم في الشنطة زي ما هي. لا
هدومنا احنا اللي تتحط في الشنط مش هدومك انت، ده انت على راسي من فوق. يسلم راسك ويكرمك ويسعدك ويفيك شر المرض يا خالد يا ابن بطني يا رب. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. ويخليك ليا يا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا. نورتي. ده نورك يا حبيبتي. طبعا نورت بيتها. وانا قلت حاجه يا ابني، ما هو بيتها هو بيتنا. بيتك ومطرحك يا حبيبتي. يا ضحى. ضحى الغدا علشان مستعجل. شمس وقمر ونجوم ومية وهوى وقلوب تدوب مكتوب في ليل الهوى. شمس وقمر.